لو الحكاية فيها إن فيجو اعلى من الجيد او جيد جدا، لكن الاداء متوسط. لابد من ان احنا نعتمد على نشوف جمل تكتيكيه لكوتش بحجم منتخب مصر. لابد من ان يكون هناك لاعبين فعلا على مستوى الدولي، وليس كل محترف يلعب وليس كل نجم في نادي يلعب، لكن اللاعب الدولي يختلف تماما عن اللاعب المحلي. اللاعب المحترف لابد من ان هو يكون مشترك بصفه مستمره مع ناديه ونجم في ناديه عشان يلعب في منتخب مصر. انا بقول لك اهو احنا كسبنا النهارده 1-0 وكنا محتاجين هذا المكسب فعلا، ان المكسب ده بيقربنا كتير، لكن مش عايزين برضو نقول المكسب ده اهلنا كاس العالم لازم نستقطعنا بهذا. ودور الاعلام مهم جدا في ان احنا نهيئ الناس ان احنا لسه المهمه موجوده في الملعب. لسه انت النهارده زياده 2 نقط عن اوغندا، ماتش بينك وبينها يعديك، لكن طبعا ما اخبيش عليك الناس الان من هذا الاداء، وبدات الناس تفكر الفتره الجايه ان شاء الله ايه اللي ممكن نعمله عشان نعدي العقبه. مش عقبتين يعني، المباراتين اذا كنت عايز توصل كاس عالم لابد من انك انت تكسب الماتشين الجايين عن استحقاق، وبعد كده بقى نفكر، لان في كلام كتير قوي ممكن يتقال. رأي حضرتك في تأجيل مسابقة الدوري ممكن تتأجل عشان ونلعب وديات الفترة دي، ولا حضرتك شايفه؟ أنا طبعا هو من عيوبه الخطيرة جدا اللي هو حتة الوديات عنده منتهية، ما بيلعبش منتخب مباريات ودية، عشان كده ما عندوش حلول إن هو بيغير تكتيكه في المباريات. لو هو بيلعب مباريات ودية ويقدر يغير من شوط لشوط، شوط يلعبه بتكتيك والشوط التاني يلعبه بتكتيك، يلعب شوط أولاني بكذا بعناصر جديدة عايز يشوفها يتأكد منها، لكن هو معتمد اعتماده كله على مجموعه من اللاعبين وتكتيك واحد من يوم ما جه لغايه النهارده. مباريات رسميه وديه هي واحد، ماتشات داخليه ماتشات خارجيه هي واحد. عشان كده بقول لك عايزين نعدي الماتشين الجايين دول، وبعد كده بقى نقعد مع نفسينا ونشوف هل الراجل ده هيستطيع اللي هو يعني يخلي منظر منتخب مصر او اداء منتخب مصر في كاس العالم كويس، ولا يبقى في كلام تاني. رأي حضرتك في غياب القوة الجمالية، احنا بقالنا كتير جدا ما لعبناش القوة بتاعت منتخب مصر 2006 و2008 و2010. معدومة محمد، مش بقالنا فترة، احنا معدومة بالرغم من وصولنا لنهاية افريقيا في اللي فاتت مع الكاميرون، اللي احنا كل الماتشات عدت كده من عند ربنا. انا بقولها بصراحة عشان نبقى واقعيين، يعني احنا ماتش المغرب عديناه ازاي الله اعلم، ماتش بوركينا فاسو عديناه ازاي الله اعلم، ماتش السنغال عديناه ازاي الله اعلم، لكن ما يعني الناس بتبص على ان هو وصل نهائي افريقيا. لا، احنا لازم نعرف ان جمهور مصر ذواق وبيحب الكره الحلوه، والنهارده الفرقه جت تضغطك في ملعبك. يعني الفرقه النهارده بتاعت اوغندا بتضغطك من قدام وهي بتلعبك، اما انت في ملعبك ما انتش عارف تعمل كده. طب امتى هنهاجم وامتى هنلعب وامتى هنضغط على الخصم ناخد الكوره ونجيب جون واثنين وثلاثه ويجي فيك جون؟ مش مشكله، ايه المشكله يعني؟ فطبعا الكوره دي مفقوده من ساعه ما هذا الرجل مسك. رساله اخيره يا كابتن للجمهور المصري. الجمهور المصري دايما اصيل ووفي وبيقف مع فرقته في كل المواقف، ودوركم كبير جدا جدا الفتره اللي جايه، دعم معنوي للمنتخب، لان احنا بنعاني طبعا من اللعيبه دي بتلعب دوري من غير جمهور ومش واخده على المؤازره الجماهيريه، لكن انتوا اللي عايزين تفرحوا وانتوا حقكم تفرحوا، وان شاء الله منتخب مصر ان شاء الله هيكون له نصيب في كاس العالم ان شاء الله بنسبه كبيره جدا. ونخلص بس بقى نقعد نفكر كلنا نعمل ايه لصالح الكره المصريه. سؤال اخير يا كابتن، رايك في تواجد وسائل الاعلام جوه الفندق؟